السلام صحباتي العزاز، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. الموضوع ديال اليوم غادي يكون واحد الموضوع اجتماعي اللي من اكثر المواضيع اللي كتطلبوها ليا في هذه القناه. ما كنديرهمش لكم بزاف، واخا نتوما كتقولوا بانهم عواطف، يعني كتقولوا لي عواطف هذه المواضيع مفيده كيعجبونا اكثر. انا ما كنكثرش منهم لانني ما نقدرش نبقى غير كنهضر على مواضيع انا ما عشتهمش ولا ما جربتهمش. لهذا كنحاول دائما نكون يا اما شي موضوع نهضر عليه عشتو ولا شفت الناس مقربين مني عاشوه، يعني خصني نكون شايفه بعيني ولا انا براسي عشتو. لهذا الموضوع ديال اليوم غنهضر لكم على واحد الموضوع اللي صراحه بزاف النساء كنعانيو منه، اللي هو موضوع ديال انه علاش مثلا الزوج ديالي ما كيعاونيش، ولا مثلا خويا في الدار، ولا علاش بابا ما كيعاونش ماما في الدار. يعني في الشقه حنا عندنا هاد القضيه بزاف في المجتمع ديالنا، سي كاينين الناس اللي كنعاونوا بعضياتنا، وكاين بعض الناس اللي زعما الراجل ما خصو يقيس حتى شي حاجه، وهذا الشيء اصلا ربينا عليه ولادنا من الصغر. لهذا غلط كبير 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 كبير. مهم انا نعطيكم بعض النصائح باش هادشي كلشي نحاولوا نحيدوه من حياتنا، نحاولوا نتعاونوا على كلشي، ربي ولادنا وحتى نولفوا ازواجنا انهم يعاونونا في كلشي، وبان هادشي ما فيه حتى شي عيب. اول حاجه بغيت نهضر لكم عليها هو انكم ما عمركم زعما تبقاو مين تبغوا تقولوا للازواج ديالكم يديروا لكم شي حاجه تبقاو تغوتوا، ولا تبقاو تنكروا وتعاودوا كل مره الهضره ديروا ليا علاش ما كتعاونش، علاش كتخلي الروينه، علاش لا. نحاولوا يعني بطريقه زوينه، بطريقه يعني اللي ندخلوا ليه هذيك الرساله بلا ما نتخاصموا بلا ما نكرو. مثلا اليوم خلى لكم مثلا انت جمعتي البيت، مشى هو هز حوايجو، حط الحوايج اللي حيد مثلا البيجامه ديالو رماها في الارض، ولا رماها فوق ناموسي عوض ما يهزها، وعلى الاقل حطها غير فواحد البلاصه مطرفه حتى تجي انتي طويها. هذه في حالة ما كانش عنده الوقت هو باش يطويها ويرجع لبلاصتها، يعني غادي تجي المره ماجي غادي تطويها وغادي تحطيها، ومني غادي يجي وغادي تقولي ليه مثلا كنت يلاه جمعت البيت ومشيت لقيتك رميتي البيجامه ديالك، تقولي ليه انتي متبسمه، يعني ما تنقوليش، يعني غتقوليها ليه وقولي صافي مشيت لقيت، قلت انا يلاه ساليت، شوف هذا الراجل خلى ليا مثلا الروينه عاود ثاني، ولكن كضحكي ماشي كت وصافي، وما تزيديش الهضره مره اخرى. نو صافي ما غاديش نقري عليه مره ما جي عاود ثاني. مثلا الا كان هو باقي في الدار غتمشي وغادي تحاولي تجمعي ديك الحاجه اللي خلاها هو قدام عيني، غتجمعها وتحطها في بلاصتها، يعني غتحاولي دائما انت ديري داكشي قدام. وغيجي واحد النهار مثلا كاين غادي تقول لي عواطف، كاين واحد النوع ما كيفهمش، هذاك النوع مثلا غادي نهضروا معاه، غادي يجي واحد النهار شوف فلان شحال مره كتخلي ليا مثلا هاد الحاجه مرميه في الارض، ولا هاد الحاجه مرميه هنا، ولا هاد الروينه علاش امبيس تخليها مثلا في ناموسي، غير حطها ليا غير في هاد البلاصه وانا نطويها، انت ما تمحنش راسك، يعني باش تبيني لي بانك انت ماشي بغيتيه يطوي، سينو بغيتي غير ما يخليش ما بقاش البيت ديالنا مرون. مثلا نقولي شوف مثلا ملي كتدخل البيت كتلقى مجموعه كيعطيك الراحه، يعني قولي حتى انا ملي كنجمعو كنرتاح، وكنبغي ندخل ليه مره اخرى ونلقاه مرتاح مجموع باش نرتاح، ماشي نلقى الروينه يعني اللي خليتي. لهذا عافاك يعني على الاقل لما بغيتيش طويها، ولا ما كتعرفش طوي، ولا ما كيعجبكش طوي، حطها ليا مثلا هنايا في هذه البلاصه مثلا فوق الكرسي، وهذا من بعد انا نطويها عافاك. صافي غتبقاي ديما تحاولي تهضري معاه بشويه بلا مدابزه، وما عمركم تهضروا مع الازواج ديالكم يلاه تكونوا يلاه داخلين من الخدمه، نقول لي مثلا وخليتي لي البيت مرول، ولا خليتي نو ما عمركم لحقاش جاي من ناش من الخدمه. الخدمه كيف ما كان الحال، واخا يكون خدمته مشروع خاص يعني تماره، يعني الناس كيتعبوا في عقلهم، كيتعبوا في الجهد ديالهم، المهم كل واحد وخدمته كيفاش دايره. لهذا ما نحاولوا ما نهضروش في المواضيع، نريحوا ناكلوا نرتاحوا شويه، نكونوا كنتفرجوا في حاجه ولا هذا، يعني ونهضروا ديك الساعه في الموضوع. انا خصو واحد النهار مثلا ما كيكونش خدام فيه ونحدد هذاك الموضوع اللي بغيت نهضر مع الزوج ديالي، وما نكثرش المواضيع، نهضروا على الروينه ونهضروا على الفلوس ما كيعطينيش، ونهضروا كل مره نحاولوا نقادوا واحد الموضوع يعني تدريجيا، يعني لانه حتى حاجه ما كتجي تلقى وحده كيف ما كنقولوا. يعني هذا هو هاد الطريقه هذه كتعجبني انا بزاف بزاف صراحه، كيف ما قلت لكم يعني خصوصا الا كنتو تقدروا تجمعوا قدامهم داكشي اللي هما رونو، غادي يكون حسن، لانه هو كيشوفك راه كتجمعي وساكته، هو كيقدر، يعني كان انسان اللي هو كيقدر غادي يقدر داكشي. المره الاولى غتسكتي، المره الثانيه غادي تقوليها لي مثلا غير بشويه، مره ما جاوا ثاني تقول لي عافاك شتي لا ما شتيش طوب، قول لي مثلا عافاك حط لي غير هنايا وانا من بعد غادي نجمعها، عاوني باش تلقى الدار ديالنا زوينه. ياك حتى انت ملي كتلقى الدار ديما نوصل هاد الرساله بانك بغيتي الراحه ديال العائله ديالك، يعني بغيتي ديالك وديالو وديال وليداتكم، يعني نقول لها شي اصلا حنا خصنا اصلا نربيو راسنا باش ميجي وليداتنا حتى هما يديو هذا العدد ديالنا، لان الاولاد في الاول وفي الاخر كيديو العدد ديال والديهم، يعني اكيد من بعد ملي كيكبروا كيديو ديالها المدرسه الاصدقاء ديالهم، ولكن في الاول ديال والديهم. لهذا الا لقاونا حنا ولادنا منظمين كنهزوا الحاجه وكنرجعوا على البلاصه حتى هما غادي يديروا بحالنا. لهذا واخا انا مثلا نكون منظمه، الا جابك ولدك مثلا كدير غير ولي تاوي يدير بحال هكاك، واش تبغي ولدك مثلا يولي يعتمد على اختو في كل شيء؟ نو، يعني حنا مثلا الفكره ديالنا هو اننا ولادنا يكونوا كيتعاونوا في كل شيء، وهذا الشيء خصكم تربيوه عليه ولادكم من الصغر البنات باش ما يكبرش فيهم هذه القضيه بانه المراه خصها تشقى دائما. يعني حنا مثلا في الدار، يعني مثلا انا باش كنت صغيره
كنا في الاول انا وخويا الكبير مثلا كنا كنتعاونوا في كل شيء، كنا دايرين النوبه على الماء على كل شيء، على كل شيء مثلا كنا كنتعاونوا فيه كنا كنديروا عليه النوبه، لاننا اكيد كنا كنقراو بجوج، كنا كناكلوا بجوج فديك الطبله، كنا كناكلوا بجوج فديك الصالون، لهذا داك الشيء تعطيني انا ماما نديرو كتقسموا لنا بجوج. بالحق من بعد مثلا من بعد خويا الكبير ما بقاش كيدير حتى شي حاجه في الدار، علاش؟ لانه ولا خدام، يعني ولا خدام صافي هو كيخدم، يعني نورمال انا ما كندير والو، خويا الاخر ما كيدير والو، يعني حنا نتعاونوا مع بعضياتنا. بالحق دابا مثلا دابا خويا مثلا الكبير ما كيدير حتى شي حاجه، ماشي الكبير اللي كبير سيرو اللي زعمت تحت منه، ما كيدير حتى شي حاجه على حكم ان ماما ولفات ليه هكاك، يعني دابا ولفات ليه ماما ديك القضيه ديال انه بحال لي صافي ما غايديرش ليا الشقيه مزيان، هي كتقول مثلا ما غايبرد ليش قلبي في الشقيه، لهذا من الاحسن نديرها. ولا مثلا ملي غايدير لك واحد الشقيه تبقاي تنقري عليه، تبقاي تقول لي مثلا درتيها خايبه ولا هذه لراجلك ولا لولدك ولا ما عمركم ديروا هذه القضيه، اول مره ديما كنديروها خايبه واخا حنا عيالات، لهذا خليه مرة ما جاي مثلا نديرها خليها مثلا الوسخ نقولوا في كاس ولا هذا نعاود نغسلو ونقولها ليه، نقول ليه بغيت نعاود نغسل الكاس وغير بالضحك وسينو كاع ما بغيتيش تعاوديها ما تعاودياش، اصلا هو مع المده غيتعلم وغيولي قاد داكشي مزيان، انت اكيد عاوديه موراه ومراه ما جاي غيبقى غادي وكيتحسن. لاحقاش ملي كنبقاو نقولوا عليه كنقول له مشات الحاله درتي وكون عيما غسلتيهم مش حسن، مره اخرى يقول لك صافي ما غنغسلهمش انا ما كنعرفش، يعني ما غاديش يتعلم، ولكن خصنا نخليهم يتعلموا بلا ما نبقاو نقروا عليهم ونقول لهم درتو داكشي خاسر، يعني عاونك راجلك في شي حاجه، مجمع لك الطبله شطب الصالون ما نعرف شي حاجه اللي عاونك فيها خصك تقدريها، يعني كما كنقول لكم لكن كما كنقول انا الا كنا جالسين بجوج في الدار نتعاونوا على الدار، كان مثلا واحد فينا خدام وواحد في الدار مثلا هذاك اللي خدام غادي تليبرا ما غايديرش خدمه الدار، لانه انا في الدار مريحه، علاش؟ لا غندير كلشي انا ديال الدار، يعني داكشي على حسب الظروف. اما مثلا نهار نكونوا بجوجينا نتعاونوا على كلشي، كل واحد يدير داكشي اللي كيعجبو اكثر، اكيد حتى واحد فينا ما كيعجبوش الشقه، ولكن سي مثلا انا كنفضل مثلا اورغانيزي مثلا نرتب على انني مثلا نغسل الماء مثلا نجف مثلا، لهذا مثلا الاخر اللي ما كيعجبوش اورغانيزي ياخذ داكشي الاخر، نتعاونوا صافي على كما كنقولوا على الزمان، نتعاونوا على الزمان من جميع النواحي ديالو. يعني خصكم ديما كما قلت لكم الازواج ديالكم ما تبقوش يعني ديما نقولوا لهم هادشي راه ماشي عيب، وروني فين كاين هالبلاصه انه الراجل عيب انه يعاون المراه، وكاع النفرد اللي ما قدرش يعاونك على الاقل خصهم يتعلموا انهم مثلا الحاجه اللي هزوها يحطوها بلاصتها. انا كنعرف واحد صاحبتي مثلا قالت لي اني قالت لك كنجمع الدار، قالت لي كنجمعها، قالت لي كيمشي للماريو، قالت لي كينزل الحوايج كاملين باش يجبد تريكو واحد، تخيلوا البنات باش يجبد تريكو واحد كينزل الماريو كامل، يعني بحال هذا الشيء انا كتجيني عين شي حاجه حشومه، يعني انا بعدا نطوي الماريو مثلا قادو يجي واحد يجبد ليا من تريكو راه ما ياكلش، يعني انا نمشي ديك الخدمه ديالي ثانيه وحده ماشي دقيقه، يعني بحال ديك الحاله غادي نهضر معاه وشوف لان انا ساعتين وانا كنطوي الحوايج، يعني جيتي انت جبتي هذه المره كاع نفرض ما ها كيفاش تجبد، نمشي نقول لها اجي نوريك كيفاش تجبد بلا ما ترون، ولو يكون تريكو لتحت بلا ما ترون ها كيفاش دير وها كيفاش دير، يعني نتعامل معاه بكل صبر، لانه كما قلت لكم كيكونوا شي مرات جايبين عادات لانهم كانوا عايشين بوحدهم ولا كانوا عايشين على مع والديهم، والديهم كانت مثلا الام ديالهم كانت تدير هي كلشي ما كانش تخليهم هما يديروا، يعني خصكم هذا الشيء خصكم تعرفوه، يعني ماشي كلشي كان عايش بوحدو تعرف يدير كلشي بوحدو، كاين اللي كان عايش بوحدو مثلا الحوايج ما كيطويهمش ولا ما كيعرفش يطويهم، المهم على الراجل ملي كيتزوج يعني شي مرات كيجي باش يعتمد على مرته، ولكن هذه ماشي يعني هذه واحد النقطه اللي ماشي بصح، لانه سي نعتمد على مرتي بواحد الحاجه مثلا في الطياب في جميع الدار كذا، ولكن سي عاوني انت باش داكشي يبقى مجموع، ماشي انا مثلا نطوي الحوايج وتجي انت تجيب التريكو ترمي ليا كلشي في الارض، ولا مثلا انا يلاه مسحت البريد ديال الدوش وتجي انت مثلا دير جل شعرك ولا تمشط شعرك هو فازق وتوسخوا، يعني نحاولوا اننا تبقى نتعاونوا باش تبقى الدار مرتبه واحد اطول وقت ممكن، على الاقل ندوزوا النهار كامل ودارنا مرتبه، يعني لهذا خصكم كما قلت لكم تحاولوا في اي حاجه في اي مشكله البنات اي مشكله يعني في الزواج ديالكم في العلاقات ديالكم الهضره، نحاولوا نلقاو دائما الوقت المناسب والساعه المناسبه والنهار المناسب اللي نريحوا فيه ونهضروا، ما يكونوش الوليدات تلعبوا حدانا. انا مثلا من النوع اللي فاش كنهضر مثلا مع زوجي ديالي فشي موضوع مثلا كنعاود ليه ولا كنعاود ليه شنو وقع ليا ولا شي فكره ديالي ولا حتى نتناقشوا فشي حاجه، كتكون مثلا دنيا كتلعب وكتغوت، يعني كتستريسين لدرجه ملي كنسى لي كنغوت على دنيا، مثلا نقول دنيا سكتي خليني نهضر، نو من الاحسن انا ولات كنفيتي هاد القضيه اني نهضر مع راجلي فشي موضوع، لاني يا اما ما كنكملش الموضوع يا اما كنتقلق صافي ما كنكملوش كما كنت بديتو بكل زعما وانا مرتاحه سينو كنحس براسي مستريسيه، لهذا وليت كنفيتي كاع فاش كتكون دنيا نهضر في هاد المواضيع، لهذا كان ولادنا كيمشيو مدرسه ولا وقت اللي كينعسوا نحاولوا نهضروا في ديك الوقت مع الازواج ديالنا باش نكونوا بجوج بينا ما نتعصبوش، حقاش يقدر واحد يصبر على الاخر يتحمل داك الغوات ويكمل في الهضره ولكن الاخر غادي يسالي ديك الهضره ولكن يساليها بعصبيه، لهذا من الاحسن الفيديو هاد النقطه ملي نبغيو نهضروا مع الازواج ديالنا في هادشي، وكيف ما قلت لكم كلشي كيجي غير بالهضره وبالصبر وشويه بشويه، حتى حاجه ماشي يعني كما كنقول حتى حاجه ماشي امبوسيبل. ما عرفتش البنات واش كتسمعوا النقيط ديال الشتاء،
المهم انا سد الباب مع الاضاءه كي تتبان لكم شعات الاضاءه يعني اضاءه وصافي ما كاينش الشميشه اليوم كاين الضباب. اخترت اليوم نشارك معكم هذا الموضوع لحقاش عارفه انه بزاف ديال البنات كنعانيو من هذا الشيء. يعني كما قلت لكم كتجي شويه صعيبه صراحه مثلا نجمع الدار ويجي مثلا راجلك ولا ولدك، لانه الا جا الولد حتى هو القراج بحال هكا كيولي حتى هو يدير لك بحال هكا. يعني من الاحسن تعاونوا باش تبقى دارنا ديما نقيه، وكيف ما قلت لكم ديما نوصلوا لهم الرساله انهم كيديروا هذا الشيء على حساب الدار على حساب العائله، ماشي كيديروا زعما باش انا يحيدوا لي الشقه. لحقاش الشقه حنا كنا كنشقاو كنا جمعنا، يعني انا طويت الحوايج باش يبقاو الحوايج زوينين، ماشي باش يجيو ترونهم لي بدقيقه. يعني ما يمكنش انا نبقى حياتي كلها وانا غير كنطوي، ولا مثلا جمعت الطبله جيتي شربتي قهوه مثلا على الاقل هز الكاس. انا ما قلتلكش مثلا كاع نفرض ما بغيتوش تزيدوا، عارفه راجلك مستحيل غيغسل المواعن ولا مستحيل غيطوي الحوايج ولا مستحيل غينشر لك الحوايج، لان كل وحده عارفه الازواج ديالها. واخا انا بالنسبه لي حتى شي حاجه مستحيله، كل شيء كنتعلموا لي في الدنيا وكل شيء نقدروا نوصلوا ليه كما قلت لكم بالهضره بشويه كما كنقولوا دائما. الحلاحه غلبت سحاره، ما عرفتش عمركم سمعتوا هذا المعنى، ما عرفتش المهم، ولكن سي هذا كاين يعني في كل شيء في الحياه ديالنا مع كل شيء، الناس مع والدينا مع خوتنا مع عائلتنا مع ازواجنا. يعني الا بقيت كنتي حلحاله وكتعرفي كيفاش تهضري وتوصلي الرساله بلا مدبذه غادي توصلي داك الشيء اللي بغيتي. لهذا شتي راسك مستحيل تقول لي غسل لي المعن، قولي عافاك من نشرب قهوه على الاقل دير كاس غير لافابو، لحقاش اللي ما كنتيش يعني ما شربتوش القهوه مع بعضياتكم سينو غير هو بوحدو، عافاك هز الكاس حطو لي غير في لافابو باش انا من بعد على الاقل تبقى ديك لسباس ديال الطبله خاوي ونقي. يعني ديك الساعه انا غنمشي نغسل المعن ماشي مشكل، يعني محطوط تماك مثلا هزيتي التريكو كيف ما قلت لكم نحاول ما ترموش ليا الحوايج الاخرين. مثلا لبستي حوايجك وخليتي البيجاما حطها ليا في هذه البلاصه وانا من بعد نجي مع الاقل حيده، ما تبقاش لانك غير كل البيت مجموع وغير تحطي غير البانطوفه ديالك في الارض والبيجاما مرميه في الكومص، كتعطيك ديك سينساسيون ديال الروينه، وهي خايبه انك تخلي الحاجه مجموعه واو ارتحيتي وساليتي وتجي تلقاي شي واحد رونها لك. لهذا على الاقل بانطوفتك خشيها مثلا في هذه البلاصه ولا حطها حدا الباب ولا حطها وحطي البيجامه هنا، انا بعد ديك الساعه غادي نضرب دويره نجمع حالك. يعني في هذه الحاله الا ما كانش هو يقدر يحط البانطوفه في البلاصه اللي مول فين كتحطوهم ويطوي البيجامه ديالو ويحطها في الماريو. يعني كما قلت لكم كلشي بالهضره، غير حاولوا تهضروا على هادشي ماشي مستحيل والله ماشي مستحيل. ومثلا متزوجات يعني يلاه باقي جدادات مثلا زعما ما تعصبوش ما تبقاوش تحاولوا تعطيو زعما هادشي كلشي لازواجكم دقه وحده. ناري راجلي ما كيعاونيش، ناري راجلي فاش فاش الشيطان الحرامي واخا ناري ما كنبغيش نقولها ولكن راكم عارفين كنقولها بزاف حنا المغاربه درجه انها كتلصق فيك سيوزي. مهم يعني كنقولوا اوف راجلي ما كيعاونيش، اوف مشكله كي غادي ندير معاه انا دابا هذا غنجمع حياتي كلها هو مرمون، يعني كنجمع هو كيرون وكنبقى نقول عليه وانتم يلاه بديتوا نو ما تنقوليش عليه بشويه بشويه. ديري في عقلك انه العام الاول هو اصعب عام، نقولها لكم بزاف الناس كيقول لك العام الاول هو احسن عام، سي احسن عام انكم كتكونوا يلاه تعرفتوا مهم، ولكن اصعب عام في المعاشره. علاش؟ لانك كتكون صداع، لانك انت كتعودي على الكاركتر ديالو هو على ديالك. شي مرات كما كتقولي حنا العيالات اغلبيتنا كنكونوا منظمين على الرجال، لهذا كتكوني انت منظمه وكتحطي الحاجه وخصوصا فاش نكوني راه تزوجنا هذا الموضوع الدار تكون ديما نقيه والكوزينه ديما نقيه ولا بابا نقي كلشي نقي. يعني 24 ساعه كنبغيو نشوفو داكشي نقي، وكيجي هو كيهرب لك داكشي كتحسي يعني بالاغوبي وكتعصبي وكتمشي تغوتي عليه. هو اش غيقول عاوتاني اوف هادي ما غتبقى حياتي كلها ولا انت غتقولي حياته كله كيرول؟ هو غيقول عليك انت حياتك غادي تعيش معاك وانت كلك نكاره. لهذا نو خصك تعرفي وتا هو خصو يعرف انكم فاش يلا كتعرفوا خصكم تصبروا لبعضياتكم حتى تعودوا على الطباع ديال بعضياتكم وتحاولوا تبدلوا الطباع الخايبه لبعضياتكم. مثلا عندك شي طباع يبدلوهم فيك هو بطريقه زوينه وانت كذلك تبدلي في دوك الطباع. يعني يقدر يجيبوا كما قلت لكم واحد الطباع جايبو من دارهم، يعني انه في ماما كدير ليه كلشي الوالده ديالو كدير ليه كلشي، ولا كان عايش بوحده هو وكان ما كيجمعش. يعني كما كتعرفوا ماما ماشي كلشي كما كنعممش، ولكن كاين شي الوليدات الولاد مثلا يقدر ما كيهموش انه مثلا كل الحوايج كلشي مستف كلشي مرتب، سينو يقدر كيدير لي غير هكا ويديروا في المجار ولا الطقاشر يديروا وحده بوحده نو كيخليهم مع بعضياتهم سويتو تماك. حنا لا، لهذا هو اللي جابها الطيرة نحاولوا نبدلوهم ليه شويه بشويه، يعني على اساس انها دارنا خصها تكون ديما نقيه، خصها تكون ديما بريزنتابلي باش نكونوا حنا مرتاحين، باش نرجع عندك تكون ديما نقيه. مثلا طلعتي البيت تبي تهزي شي حاجه تعجبك تعرفي شنو غادي تلبس، بغيتي تهز التريكو ديالك تلقى حوايج كلشي مطوي كلشي مقاد ماشي مكمش. مثلا الكوزينه نحاولوا نخليوها دائما نقيه، الا كليتي فشي طبسيل على الاقل حطوا غير في لابابو كب عليه الماء باش نجي انا دغيا ندوز عليه، هذه في حاله ما قديتيش تغسلو ملي غسلتي غادي يكون حسن. مثلا شربتي قهوه ديها لهاد البلاصه، يعني نحاولوا نخليو الصالون نقي نخليو البيت نقي نخليو لابابو نقي نخليو البيت الناس نقي ونخليو دارنا نقيه باش نعيشو مرتاحين. وهاد الطباع هادو نوريهم لولادنا، وكلشي هادشي ما غايجيش في نهار، غايجي نهار على نهار، وما عمركم تبغيو تعلموهم كلشي دقه وحده لحقاش امبوسيبل. شويه بشويه غادي يبقاو غادي تبقاو تاخذوا الطباع الزوينين ديال بعضياتكم.
وصافي صحباتي العزاز، هذا هو الموضوع ديال اليوم. كنتمنى يكون عجبكم، عطيتكم بعض الافكار اللي نقدر نعطيهم لاي صاحبتي طلباتهم مني، يعني من بعد انا تجربتي يعني في الزواج. كنلاحظ انه رجال مغاربه بعدا، لحقاش انا عايش كنعرف رجال مغاربه، راجلي خوتي بابا كذا، كلشي كيجي بشويه وبالحيله وبالهضره، يعني من ديك الغوات وديك النغير حتى واحد اصلا ما كيعجبو في الدنيا. لهذا من الاحسن ايفيتيهم، نحاولوا نهضروا الحاجات غير شويه وغير برود وبلا اعصاب. اكيد غيجي واحد النهار مثلا هضرتي الحاجه 10000 مره واحد من الذهبي كتعصبي، ما كنقولش تكونوا يعني ثلاجه، ولكن نحاولوا بعدا بالطريقه الهادئه بشويه. كنظن ان واحد 70 ل 80% من الرجال غادي توصلوا لداكشي اللي بغيتوا معاهم بهذه الطريقه، احسن ما توصلوا تغوتوا وتفرقعوا. يعني انا صراحه مني على حكم تجربتي كنوصل، يعني كنوصل الفكره ديما اللي بغيت ملي كنكون زعما مثلا الزوج ديالي، كنوصل الفكره اللي بغيت ملي كنهضر معاه بشويه. ملي غوت مثلا بالعكس كنزيدو نتخاصمو، ما كنوصلش داكشي اللي بغيت، يعني صافي بحال كيحسوا بحال تحسوهم بانكم كتفرضوا عليهم راسكم، كتبغيو ديروا فوق تبينوا راسكم فوق منهم. لهذا نو ايفيتيو هاد القضيه، وكما قلت لكم حاولوا تهضروا بشويه او ريلاكس 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 بنات، ريلاكس في الحياه كلها خصوصا مع الازواج ديالكم، باش تكونوا عايشين واحد الحياه ريلاكس زوينه بلا مشاكل. اكيد غيكونوا مشاكل، ولكن حاولوا هاد الحاجات اللي لها علاقه، يعني صراحه انا كتجيني لا علاقه انني ندبز مع راجلي على كاس ولا. لهذا نحاولوا نعلموهم بشويه بشويه يتاقلموا مع الوضع ديال الدار بلا مدابزه، نخليوا المدابزه الحاجات اكبر اللي نجينا ونجيكم منهم. يلا بوسه كبيره وطلعوا لي براسكم، ما سخيتش بكم اكثر، ما كرهتش نعاود لكم حاجات اكثر اكثر، ولكن نخليوها شي موضوع اخر ان شاء الله. الا كان كيعجبكم هاد المواضيع ما تنساوش ديروا لايك، ولا كنتو جديد في القناه بغيت نقول لكم مرحبا و الف مرحبا بكم. كنتمنى تبقاو دائما معنا. بوسه كبيره والسلام عليكم، حتى الفيديو ولا بلوغ ولا نتلاقاو في انستغرام دابا. يلا باي باي عليكم.